السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف لو أنا عندي ملف نص وعايز أبدأ أفتحه على الـ SPSS على أساس إن أنا آخد المعلومات اللي هو. طيب لو إحنا بصينا كده، ده على سبيل المثال لو أنت ما عندكش ملف تكست، لو أنت بصيت في السي في بروجرام فايل في الفولدر اسمه IBM بعد كده SPSS هتلاقي هوت. هندخل على سامبلز و انجلش، لو عندك لغات تانية بقى حسب، ممكن واحد فرنساوي الماني، ده مثلا ملف تيست. طيب هاجي هنا على البرنامج وهقول له انا عايز افتح اوبن ملف تكست داتا ريد تكست داتا، بيقول لي اختار الملف. اخترت الملف وقلت له اوبن، فبيبدأ يقول لي المعلومات دي هتبدأ تتحط في الخانات بالشكل دوت، وبعد كده هقول له next. تمام، بيقول لي our variable name include at the top of your file، يعني اول صف دوت ده عبارة عن معلومات عادية data ولا ده ال variable، فبقول له ده عبارة عن variable فهيشيله من قلب السطر الاولاني وهيحطه بالشكل دوت، وبعد كده هقول له next next. بيقول لي انت عايز تقسمه حسب ايه، حسب التاب ولا الكوما ولا السبيس، لما اول ما نلاقي سبيس يعتبر ان دي عمود جديد وهكذا. نيكست الفاريبل نيم ده عبارة عن الايج، هو عبارة عن نمبر وهكذا. طيب هقول له فينيش، هيبدأ يفتح لي بالشكل ده. هتلاقي هنا الفاريبل اللي عندي الايج الماتيريال الانكم الكار وهكذا، كل المعلومات ديت اللي هي موجودة في ملف التكست، ودي المعلومات اهي دخلت بالشكل دوت. وتقدر بعد كده تشتغل عليهم عادي، يعني تقول مثلا عايز اعمل اناليسيز، عايز اعمل شغل جراف بالشكل دوت، اختار الشكل اللي انت عايزه. وبعد كده تبدا بقى تقسم، مثلا ده هنا هيبقى هنا كار وهنا مثلا الايش، ويبدا يعمل لك الجدول او اي بيانات انت عايز تحطها مثلا بالشكل دوت.